هو القرآن على وجه الإجمال تكلم به رب العزة كلاماً يليق بجلاله وعظمته، وأخذه عنه جبريل وبلغه جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم، وبلغنا نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن. فأعظم الناس سيراً على الهدي أكثرهم قياماً بالقرآن. قال الله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. كلما دعتك نفسك إلى الحياة الدنيا وزينتها وزخرفها تذكر القرآن. قال الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى أزواج منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. كلما قسى قلبك قف بين يدي ربك واتلو الآيات التي عظم الله عز وجل فيها ذاته وأخبر فيها جل وعلا عن جليل رحمته أو عن عظيم نقمته، وأخبر فيها جل وعلا عن عظيم رحمته أو عن جليل نقمته. بذلك يسكن الفؤاد وتطمئن النفس وتزهد الروح في الدنيا ويتعلق القلب بالسماء. وهذا كله لا يمكن أن يؤتى إلا من القرآن. قال الله: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.